اهلا وسهلا بكم متابعي قناه شوف تي في، ومرحبا بكم في هذا البث المباشر من مدينه الدار البيضاء. كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير، كنتمنى كذلك يا ربي يرفع علينا هذا البلاء وهذا الوباء هذا ان شاء الله باذن الله. اليوم معي واحد السيد عنده واحد المشكل. المشكل اللي عنده انه خرج من الخدمه وكان خدام سيكوريتي في واحد الشركه. هذيك الشركه بداو كينقصوا منها الموظفين، فاضطر انه يخرج. هو مزوج وعنده وليد، وللاسف حقاش ما بقاش قد على المصاريف ديال وليداته، اضطر انه يصيفط مراته وولده للعروبيه. عاود لينا سيدي من الاول اشنو وقع. بلاد بدون ديك الاسم ديالها، بدون ديك الاسم ديالها مده 3 سنين. انا جات كورونا وما ينقصوا العمال، نقصوني انا معاها، اضطريت بانني ما بقيتش لاقي باش نخلص لا كرا لا والو، المراه وولدها ديتو العروبيه، ودابا انا كل مره فين كنبات. عاودنا على المعاناه ديالك بعد ما خرجتي من الخدمه. المعاناه ديالي بانني ما بقيتش لاقي حتى المصروف ديالي، انا المصروف باش نسير راسي انا ما بقيتش باش نكون راسي انا ما بقيتش. اضطريت بان المراه تبقى في الزنقه، جيت عند والدها الله يرحمها. عاودينا كيفاش كتعيش دابا اليوم ديالك وانت جالس من الخدمه؟ كنعيش اليوم ديالي معاناه حقيقيه، كيدوز عندي النهار كيدوز عندي باش كيدوز حتى النهار، لانك كتفكر بانك تخلي ولدك ومرتك في جهه وانت في جهه، تشرف في جهه. هذه المعاناه ديالي. عاودنا شحال كنتي كتشد الاوراق؟ كنت كتشد 2000 درهم في الشهر. 2000 درهم ما كانش كادي. ارفع صوتك شويه اخويا. 2000 درهم في الشهر. اها. كانت كادي. ومع ذلك كنمشي نديباني في بلايص اخرى، كنديباني مع الناس اللي كنمشي باش كنمشي. اما دابا الوقت صعيب. حاول ترفع صوتك اخويا الله يسهل عليك. اما دابا الوقت صعيب علي، وليت انا في جهه ومرت في جهه. ما حاولتش انك تقلب على خدمه اخرى؟ كنقلب ولكن ما لقيتش، باقي ما لقيتش. في اي حاجه تقدر تخدم في اي دومين، ماشي بالضروره يكون الدومين ديالك. ارفع صوتك اخويا الله يسهل عليك، لقاش الناس كتسول على الصوت. المشكل ديالي انني ما عنديش الصوت اخويا، عافاك. المشكل ديالي انا دابا ما عنديش الثقه في المريض كنا نلبس، هذا هو المشكل ديالي انا. ما انا كنديباني تخدم في اي حاجه، ما حاولتيش انك تمشي وتسول؟ واخا مرتك وشي اللي بغات تمشي ولا انت اللي بغيتي تصيفطها؟ انا اللي صيفطها، لانني ما بقاش عندي المصاري باش نصرف عليها، ما بقاش عندي الفلوس. من الدار تو قال لي والله صبر عليا 3 شهور وقال لي خرج من الدار. واخا حاليا دابا كيفاش كتعيش؟ خويا الله يسهل عليك، حاول ترفع صوتك لان الناس كتسول على الصوت. عندي باني كل مره فين كنخدم، هنا كندير باني هنا وهنا وهنا، حتى كنجيب كل مره وفين؟ كل مره وفين. يعني قلنا فين كتنعس؟ لا عاود لينا شويه على المعاناه ديالك باش الناس تفهم. فين كتنعس؟ شحال كتصور؟ مني كتاكل؟ يعني انت دابا جالس من الخدمه، يعني عاود لينا داك الالم اللي كتحس به. مره كنعس، كنت كنعس بعد مره في الشهر. كيفاش ملي كتصرف؟ كنصرف كنديباني هكا ندري كوني مع هذا ومع هذا باش كنمشي باش ما حاولتيش انك ترجع الشركه اللي كنتي خدام فيها؟ مشيت عندك 10 مرات قال لي راه صافي، قال لي تتكون شي حاجه ونعيطوا لك، قال لي راه عندنا ما خاصناش دابا. عطاوك شي تعويض ولا والو؟ واخا حاول ترفع صوتك اخويا الله يسهل امرك. دابا حاليا فين جالس؟ دابا جالسه في الزنقه. كتنعس في الزنقه وكل شيء. كنت كنجلس عند العائله وداك الشيء، ولكن كل واحد راه خاصك راسك ما يمكنش غير يتحملك بنادم كل مره غيبقى يتحملك. صعيب باش انه يهزك، الا هزك نهار ولا يومين. واخا شو الطلب ديالك اليوم من المحسنين؟ انهم يعاونوني نلقى سكن فين الساقة، هذا هو اللي كنطلب من المحسنين. واخا عطيني رقم التليفون ديالك. 89 50 55 10. واخا تبلوك.
الرقم ديال السيد هو 0689505510. غنعاود الرقم 0689505510. هذا هو الرقم ديال السيد اللي بغى يتواصل معاه واللي بغى يعاونو. كنتمنوا من القلوب الرحيمه، كنتمنوا من المحسنين كذلك يتواصلوا معاه باش ان شاء الله يعاونوه ويلقاو ليه شي حل. غنعاود الرقم 0689505510. كنشكركم بزاف على تتبعكم لهذا البث المباشر اللي كان مباشره من مدينه الدار البيضاء، وان شاء الله نلتقي معكم في بث مباشر اخر. الى اللقاء.